لا، انا بعلمه ان هو يفكر بشكل نقدي، يحاور الاخر. الدور الاكبر على فكره في العمليه التعليميه المفروض يكون للطالب مش الاستاذ. يعني الاستاذ يقوم بدور قيادي في العمليه التعليميه، والطلاب يعمل عندهم نوع من التوليد الذاتي للمعرفه. انا محتاج اشتغل على الروح، محتاج اشتغل على النفس، محتاج اشتغل على الجسد.